أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية. تستهدف المبادرة إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق الرؤيه الرقميه لمصر في مواكبه علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبليه وتطلع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادره بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم تستهدف المبادره تنميه المهارات التكنولوجيه لعدد ثلاثه الاف طالب من المتفوقين بكافه المدارس المصريه في جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات المتخصصه محليا ودوليا في العلوم التكنولوجيه المختلفه لتغطيه النواحي العلميه والتعليميه بالاضافه الى تنفيذ انشطه لتنميه المهارات الشخصيه والقياديه. واكد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان المبادره تاتي في اطار استراتيجيه الوزاره لبناء القدرات الرقميه التي يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي متعدد المستويات مشيرا إلى أن المبادرة تتكامل مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والناشئ بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي حيث تستهدف المبادرة توفير تدريب المتخصص لطلاب المدارس وستقدم المبادرة جوائز للمتفوقين في نهاية كل عام دراسي بالاضافه الى منح الناجحين شهادات معتمده من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي ما تابعنا مشاهدينا في التقرير اطلقت وزاره الاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة شباب مصر الرقمية وهي مبادرة بتستهدف المتفوقين من طلاب المدارس من أولى إعدادي وحتى تانية ثانوي. الحقيقة المبادرة دي مهمة جدا لأنها بتحاول أنها تجذب النشء وأنها تعلمهم حاجات بتفيدهم في المستقبل، بتعلمهم لغة العصر وهي لغة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي ايضا بتجهزهم لسوق العمل من خلال اعدادهم لهذا السوق من خلال هذه المتطلبات التي اصبحت مهمه جدا في عصرنا الحالي وستكون هي المستقبل لكل من هو يعني متميز في هذا المجال. معنا في الاستوديو للحديث حول هذه المبادره الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. اهلا بحضرتك يا دكتور برحب بحضرتك وفي البدايه يعني نحب نعرف من حضرتك اكثر اهميه هذه المبادره بالنسبه لطلاب المدارس وانها تكون يعني مختصه بالمتفوقين في طلاب المدارس. الحقيقه ان احنا لما نيجي نتكلم عن مبادرات التدريب بصفه عامه او المبادرات الخاصه بتاهيل الشباب لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المستقبل فهي ليها اهميه كبيره جدا 50% من الاستثمارات بشكل عام في العالم بتتجه للتكنولوجيا. آه بنتكلم على ان ان ده بيوفر فرصه فرصه للعالم كله في ان هو يشتغل في مجالات طبعا الدول اللي هي زي مصر اللي هي عندها نسب كبيره من الشباب بيبقى عندها فرصه كبيره جدا انها تدخل في هذا المجال لان راس المال الاول في هذه الصناعه هو العقل البشري م. فاحنا يعني نتيجه طبعا ان احنا عندنا شبابنا وعندنا شبابنا موهوب وعنده يعني بالفطره ابداع وابتكار فاحنا دي تعتبر أحد الصناعات ذات الاولويه اعتقد بالنسبه للدوله المصريه على مستوى العالم لما نيجي نتكلم على ان ال... يعني نظره عامه فهنبص على ان ان في نقص عام في المهارات التكنولوجيه على مستوى العالم آه الاحصائيات بتقول ان 8.5 تريليون دولار آه هي حجم ال... الايرادات او العائدات التكنولوجية أو القائمة على تكنولوجيا المعلومات التي سيفتقدها العالم في عشرين ثلاثين نتيجة عدم وجود مهارات كثيرة تكنولوجية أو عدم عدم وجود كفاءات في العالم الرقمي أو التكنولوجي وبالتالي إحنا عندنا فرصة كبيرة اذا كان بنتكلم على الارقام ديت في 20 30 هنوصل لها والعالم كله محتاج تكنولوجيا رقميه ومحتاج ناس مدربه فاحنا لازم نشتغل على تاهيل شبابنا ومن هنا كان دور الدوله في آه ان هي بتطلق يعني مبادرات كثيره جدا المبادره اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها في مصر الرقميه في في مب... آه بنات مصر الرقميه في آه مبادرات, مبادرات كثيره مختلفه, يعني. مختلفة آه قامت بها الدوله آه لسد الفجوه فجوه المهارات اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا يعني لما بنيجي نتكلم على القطاع الخاص بيلاقي في صعوبه بالغه في انه هو يلاقي آه يعني شاب شباب مؤهل آه في ال التكنولوجيات الرقميه نتيجه ان السوق او في طلب كبير جدا على الشباب الشباب المصري في هذا المجال وبالتالي احنا محتاجين ندرب اسرع ونشتغل بشكل اكبر. طيب لما كان لما هو طالما في طلب كبير كده فاحنا بدانا كالدوله المصريه تفكر طيب احنا و وعلى فكره ده توجه عالمي ان انت تبتدي عمليات التدريب من سن آه صغير. بدري شويه ما يبقاش آه من مثلا الجامعه او ما بعد الجامعه آه بس ف ومن هنا بدات تظهر بقى مبادرات زي المبادره اللي احنا بصددها النهارده وكمان آه المدارس التطبيقيه التكنولوجيه وخلافه في مبادرات كثيره جدا بتستهدف آه يعني ملء فجوه المهارات في السوق المصري واستهداف السوق العالمي فيها. طب دكتور محمد يمكن معروف يمكن ان الشباب حاليا هو اللي مهتم اكتر بالتكنولوجيا المعلومات وبالاتصالات من خلال ان هو قاعد على طول على الانترنت وبيتابع كل ما هو جديد وبالتالي هل ده جعل ان فكره تطبيق هذه المبادره وغيرها من المبادرات على الشباب بتخلي التعليم فعلا اسهل ليهم بتخلي ان هم يكونوا متفوقين في المستقبل من خلال ما تعلموه في هذه السن؟ الحقيقه طبعا انك انت تبتدي مع الشاب من سن بدري جدا في موضوع تاهيله للتكنولوجيا المعلومات بصفه عامه، فده بيؤدي الى ان هو بيبقى اكثر مهاره بعد يعني وبيدخل في سوق العمل، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان الاساس والركيزه الاساسيه في عمليات تاهيل الشباب مش التدريب اللي هو في الفصول ان احنا بناخد مواد تعليميه والناس بتذاكرها وحتى حتى لو بيجربوها لكن الركيزه الاساسيه هو ان الشباب دي تعمل فعلا في شركات والشركات دي تتبناهم في مشروعات حقيقيه وبالتالي بتثقل مهاراتهم وبتطورها لان الجزء العملي في تكنولوجيا المعلومات اهم كثيرا من. النظري, النظري. النظري. وبالتالي رغم طبعا يعني احنا ما بنيجي نتكلم على ان في جهود للدوله كبيره جدا في وزاره الاتصالات في ميزانيه الميزانيه العام الحالي اللي هي بتصرف على التدريب التقني بصفه عامه بتصل من 1.1 مليار جنيه ومستهدف. تدريب 200 ألف مستفيد لها لكن أنا في رأيي أو ده من وجهة النظر العملية بشوف أن مثلا القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء وللدولة المصرية بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات ان هي تشتغل تراخيص ايوه طبعا وانها تاخد تراخيص وانها تشتغل ديت هتؤدي الى برضو جزء غير مباشر في دعم تأهيل وتدريب الكوادر المصريه لأن الشركات المصريه وهي دي أكبر الشركات المصريه الصغيره والمتوسطه على الأخص بتمثل 90% من عدد الشركات بصفه عامه وبالتالي لما الشركات دي تتبنى الخريجين وكمان ممكن يبقى في برامج ل لادماج الشباب ما قبل التعليم الجامعي في العمل بشكل تدريب وتاهيل وصقل عملي لمهاراتهم فاحنا هنطلع بشباب مش بس واخد شهادات ومتدرب بشكل نظري لكن عنده قدره عمليه على على الارض ويقدر يدخل في مشروعات حقيقيه. اعتقد ان من خلال المبادره اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي مبادره اشبال مصر الرقميه في شركات طويله اتعملت طويله الاجل مع الشركات من اجل تدريب هؤلاء الطلاب ايضا وثقل مهاراتهم، صحيح الموضوع؟ طبعا، م. وطبعا احنا لما بتيجي تدخل تشتغل مع آه في في يعني مع تدريب تقني بصفه عامه، فانت لازم يبقى شركاء شركات عالميه او شركات مصريه، واحنا على فكره في الدوله المصريه مش دي المبادره الوحيده، في مبادرات كثيره جدا شغاله على آه ما قبل التعليم الجامعي م. لان ده توجه عالمي ان انت انت لازم يعني تسقي المهارات الشباب وتطورهم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان مبادرات وزاره التربيه والتعليم للتحول الرقمي والامتحانات على الانترنت والمنصات القائمه والتابلت وخلافه دي كلها جزء من صقل مهارات شبابنا للتعامل مع التكنولوجيا بشكل عام وديت هتؤتي ثمارها مع الاجيال اللي هي كان فيها جزء من اعتماديه كبيره على تكنولوجيا المعلومات في تلقي المعلومه وفي الامتحانات وخلافه بعد ما يتخرجوا هتظهر الطفره دي بشكل كبير جدا لان انت طالما استخدمت الحاجه غير لما تتعلمها بشكل نظري صحيح. لما تستخدمها بايدك و... وتبقى يعني في اهميه كبيره ليها في شكل امتحان مثلا ثانويه عامه مع اهميته وخلافه فانت هتبقى مؤهل كمان انك انت تستوعب اي تحول رقمي او تكنولوجيات في الجامعه صحيح. وبالتالي هتخرج شباب بنقول عليه ديجيتالي نيتف يعني نعم. ان هو من الاول هو مؤهل لعالم تكنولوجيا طب هل سوق العالم في الفتره الحاليه والفتره اللي جايه هل هو بحاجه لعدد كبير من الخريجين والمتفوقين المتخصصين في هذا المجال بالطبع مم. احنا بنتكلم انا بقول لحضرتك على 8.5 تريليون دولار مفتقدة بسبب فجوة المهارات على مستوى العالم في 2030 احنا بنتكلم على حجم انفاق لتكنولوجيات آه التحول الرقمي على سبيل المثال ودي آه رقم آه كبير 3.5 تريليون دولار آه سيتم انفاقهم عالميا على تكنولوجيات التحول الرقمي آه في 2025 فاحنا بنتكلم إن مصر دلوقتي واحنا بنتكلم في شبابنا بيشتغل ريموتلي او بيشتغل عن بعد مع شركات خارج مصر بشكل كبير فوجود ماركت او سوق كبير للانفاق على التكنولوجيا بيؤدي الى ان في احتياج لشباب مؤهل وشباب يكون قادر على ان طبعا اللغه الانجليزيه واللغات بصفه عامه يكون قوي فيها مش مش بس الجانب التكنولوجي لازم يكون عنده القدره على التأقلم مع الغير والعمل الجماعي والقدره على التفكير المنطقي وفي مهارات تانيه كمان لازم شبابنا يكون مؤهل ليها وديت هدف البرامج اللي احنا بنتكلم عليها دي، احنا مش بس بندي التدريب تقني جامد صرف لا احنا كمان بندي مهارات مختلفة بتؤدي إلى أن شبابنا يكون قادر فعلا عن هو أو يكون له ثمن وقيمة في سواء في الشركات العالمية أنه يشتغل مع شركات عالمية أو حتى يكون مع الشركات المصرية لأن الشركات المصرية العاملة في تكنولوجيا المعلومات محتاجة جدا لمهارات شبابنا وفي وظائف كثيرة جدا متاحة أمامهم أمام الموهوب وذو المهارة نعم عشان كده يمكن تم اختيار المتفوقين من المدارس صحيح؟ طبعا دي طبعا انا اعتقد دي بدايه ان هو يكون المتفوقين علشان يبقى نوع من انواع الحافز ونوع من انواع الدعم ليهم انما انا اعتقد ان في اهميه قصوى ان احنا طبعا اعتقد ان احنا مع نجاح هذه التجربه ان شاء الله هيتم التوسع مع كل الطلبه مش هيكون الموضوع قاصر على المتفوقين بس الحكايه كلها ان احنا يعني العمليات التدريب وعمليات التأهيل والصقل والتطوير للمهارات هي مربوطة ربطة عضوية مع التنمية الاقتصادية م. فإحنا لو ما, ما عندناش هذا الفكر من التطور مستمر والتوسع فيه بشكل كبير فبالتالي هيبقى عندنا مشكله في في التنميه الاقتصاديه بتاعتنا احنا بنتكلم دلوقتي ان مصر بتعمل مشروع من اكبر المشروعات اللي حصلت في تاريخها وهو حياه كريمه كريم. ودخول في القرى المصريه بشكل كبير جزء بقى الخاص ببناء الانسان المصري صحيح. ودعمه وتطويره لازم هيجي من خلال هذه المبادرات ولازم هيتم التوسع فيها ان شاء الله قريبا. طب الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بان يتم دمج مبادره اشبال مصر الرقميه مع مبادره مصر الرقميه. حضرتك شايف الخطوه دي ايه اهميتها؟ هو برضو زي ما كنا بنتكلم دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نكون بنوجه كل جهودنا في اتجاه واحد أيوة. طبعا ده يعني كله في اطار بناء الانسان بالضبط آه. وكمان لما احنا بنتكلم على ان في احتياج في الدوله المصريه لمبادرات للتحول الرقمي التحول الرقمي مش مجرد ان احنا بنستخدم موبايل اب علشان نعمل خدمه ما، لكن له اهداف كبيره جدا في رفع تنافسيه الدوله المصريه، احنا دلوقتي بنبص في ظل الازمات الاقتصاديه العالميه ان احنا كل دوله ب ب عايزه تستقطب الاستثمارات فيها، واحنا بنتكلم على ان 50% من الاستثمارات موجهه للتكنولوجيا، وبالتالي احنا لو عندنا شباب قادر على استيعاب التكنولوجيا وعلى التعامل معها فانت هيبقى عندك فرص ان المستثمرين يجوا واحنا مصر طبعا بتستقبل شركات عالميه كتير بتخلي بتخلي القاهره مقر ليها في مراكز الدعم الفني والتقني وفي أو, او المكتب الرئيسي او المكتب الرئيسي في شركات كبيره, كبيرة جدا بتستغل الموضوع ده ليه اطمئنانها ان في مهارات مصريه وفي كوادر قادره انها تشتغل ومصر الحقيقه مشهوره في هذا المجال من زمن كبير فاحنا محتاجين احنا بس ندعم هذه المبادرات انا كمان بوجه يعني النظر الأسرة المصرية لأهمية توجيه أولادهم لدخول مجالات التكنولوجيا ما يعني أنا بيبقى في بعض النفور من تخصصات العلمي أو بيبقى في إشاعات أو كلام, يعني. أو كلام اللي أو اللي لا ده مش هيبقى ليهم شغل مش لا بالعكس كل كل التخصصات الهندسيه وخاصه المرتبطه بالتكنولوجيا المعلومات مطلوبه وليها شغل ومطلوبه جوه مصر وبره مصر بشكل كبير جدا انا انا شخصيا بشوف مصريين بيشتغلوا مع شركات المانيه شركات فرنسيه شركات امريكيه يعني احنا عندنا الكادر المصري لما يوضع في منظومه جيده ويكون فعلا يقدر يتعلم ويتاح له الفرصه للتعليم والتدريب بيبدع ويبتكر وبيكون شيء مشرف جدا. طب من وجهه نظر حضرتك هل من الاحسن ان احنا يعني بجانب المبادره ان احنا نكون في ماده ليها علاقه بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الطلبه من هم صغيرين حتى ولو مبادئ ونبدا نزود لهم مع الوقت بحيث ان هو لما يتخرج يبقى عنده الموضوع ده زيه زي وزي اي ماده درسها طول الحياه. الحقيقه ان ده بقى موجود. يعني هو فعلا, فعلا موجود في آه المواد بتاعت آه مثلا اعدادي وابتدائي في في آه في مواد خاصه بتكنولوجيا المعلومات وجميله جدا م. يعني الناس اللي بقى شغاله في قطاع تكنولوجيا المعلومات لو هم رجعوا لاولادهم او آه شافوا المناهج اللي معموله في السنين الاولى لحتى آه آه اعدادي هتلاقي لا ده فيها آه آه فعلا فاونديشن او م. او في اساس لتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير. انا في رايي ان الموضوع مش نقص في المواد العلميه المواد العلميه موجوده احنا محتاجين ان احنا نوفر معامل ونوفر تدريبات عمليه بشكل اكبر انما الماده العلميه وكمان محتاجين نوفر تدريب للمعلمين للمعلمين نعم. المصريين، ده اللي ده اللي هيخلينا نستفيد من الموضوع ده، لكن المواد المادة العلمية موجودة فعلا يا <applause> <applause> هو الحقيقة إن يعني المبادرة كانت المفروض إن الطالب اللي هيتفوق فيها واللي هيبقى يثبت وجوده أو اللي هيتخرجوا من هذه المبادرة عامة هيبقى ليه حق الاختيار إنه يروح لكلية كلية علاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هتوفرها له طبعا المبادرة، هل يعني آه شايف حضرتك ده ازاي ممكن يكون برضو مؤثر جدا في اللي هيتم تدريبه من خلال هذه المبادره هم طبعا آه يعني هو في تاريخ لوزاره التربيه والتعليم في ان هي بتهتم بالمتفوقين احنا ده, ده, ده موضوع لا تاريخي لا ماشي وكان في فصول متفوقين وبيتم بيديهم فرص وفرص للسفر مثلا في اجازه صيفيه يعني كان البرامج دي موجوده بعدين توقفت لاسباب كتيرة فالحقيقه ان البرنامج ده آه وعملية صقل المهارات للمتفوقين ممكن ده كمان يتم دمجه مع برامج الابتكار وريادة الأعمال م. إن إحنا ندي شبابنا آه جزء بقى خاص بالبزنس م. إن هو إزاي ياخد الابتكار التكنولوجي اللي هو بيعمله ده ويحوله لعمل تجاري ده هي هي هيغير في عقلية الطلبة بتوعنا هيخلي عندنا عقلية ريادية، احنا المشكلة دايماً ما كانتش يعني ممكن نقول إن في 50% منها مشكلة تدريب تقني و 50% المهارات الأخرى. المهارات الأخرى ديت زي ما كنا بنتكلم من شوية التفكير المنطقي، العمل الجماعي، التفكير ده بنقول أنا شخصياً بطلق عليه ده الأساسية أساسية للعمل دلوقتي بالزبط. إنك تكون بتعرف تشتغل في وسط جماعة، تشتغل في تدير الوقت مثلا بتاع الشركة. ده بنقول عليه الشخصية الريادية <applause> اللي هي بيبقى عندها مهارات كثيره جدا واللي هي تقدر تفتح شركه ناشئه او ان هي تشتغل في في شركه وتكون فاعله فاحنا تكمله جوانب الشخصيه ديت ده يعتبر مكافاه جيده جدا لهؤلاء المتفوقين وانا اعتقد ان بعد تخرجهم من البرنامج ده ودخولهم للكليات هيبقى ليهم برامج مكمله في الجامعه ان هي تاخدهم برضه لمستوى اخر من التطور. نعم. طيب بالنسبه للمدرسين حضرتك اتكلمت ان ان المفروض يكون ليهم تدريب بشكل اخر او بشكل اكثر يعني اكثر تطابق مع الواقع العملي علشان يقدروا يقربوا الماده اللي بيدرسوها للطلاب الخاصه بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هل بيتم اعداد مبادرات للمدرسين في الفتره القادمه لتدريبهم؟ والله هو يعني انا اعتقد ان ده على الاجنده بس احنا محتاجين ان احنا نعمل نوع من انواع الربط بين احتياجات الدوله نرصد احتياجات الدوله من التكنولوجيا بصفه عامه وبالتالي ننزل بالرصد ده من الاحتياجات الى مستوى احنا محتاجين كام واحد في كل تخصص من التخصصات وبناء عليه يتم تدريب المعلمين في سواء احنا لو بنتكلم على معلمين في مقابلة التعليم الجامعي أو حتى تخصصات المطلوبة إن هي تخرج من الجامعة يتم تدريبهم في تخصصات معينة لأن مجالات التكنولوجيا واسعة جدا فاحنا محتاجين نربطها بسوق العمل بتاعنا يبقى في رصد احتياجات الدولة التكنولوجية ونربطها مع تطوير الجانب البشري بشكل كبير يعني هذا الوصل أو اللينك بين الاحتياجات وبين العامل البشري وخطط التدريب وسياسات التدريب بصفة عامة ده شيء أساسي جدا وده اللي هيقول لنا احنا محتاجين ندرب كم مدرب بصفة عامة كم أستاذ في الجامعة كم أستاذ في في ما قبل التعليم آه. الجامعي محتاجين ان احنا هل نعتمد على المتفوقين بس ولا نوسع الدايرة محتاجين نعمل رصد شامل لهذا الامر ونحاول نستخدم التكنولوجيا الحديثه في اتخاذ القرار في هذا الامر. اعتقد ان ده الاولويه الاولى دلوقتي علشان نصرف او يبقى حجم او الانفاق يكون فعلا موجه لنتيجه متاكدين 100% ان هي تكون نتيجه ايجابيه وبتدفع خطط التنميه للدوله المصريه. طب حضرتك لو توجه رساله للطلاب يعني قبل ما نختم كده ان هل ازاي يقدر يعرف ان هو هيبقى متفوق في مجال تكنولوجيا الاتصالات وده يوجهه ان هو يخش حاجه ليها علاقه بهذا التخصص الحقيقة ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا دلوقتي ان كل المواد وكل المواد العلميه الخاصه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقت متاحه بصوره مجانيه على الانترنت من خلال المنصات اللي حابب هيلاقي منصات كثيره جدا بتقدم ماده علميه في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشكل مجاني بالاضافه الى طبعا المنصه المصريه الوطنيه بنك المعرفه المصري وهم اكيد هم يعني شبابنا في مرحله ما قبل التعليم الجامعي مسجلين عليها ويقدروا يدخلوا عليها في معلومات كثيره جدا في كتب بتقدم بشكل مجاني هي محتاجين ان احنا نستعملها بشكل اكبر وانت الخطوه الاولى تبدا من القراءه والتعرف على التطبيقات ايه وان احنا نحاول يعني ان احنا نشتغل بايدينا و يعرض نفسه الشباب لازم يعرضوا نفسهم على الشركات وان هم عايزين يتدربوا وفي شركات كثيره مهتمه بتدريب شبابنا لان هم برضو عايزين يبقى عندهم خط تاني وتالت من الكوادر اللي تشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات علشان طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك ان في فجوه في طلب صحيح. كبير جدا صحيح. على في طلب المعلومات. كبير على هذه هذا الموضوع ولكن المعروض قليل يعني زي ما نقول معروض قليل من م. من الناس اللي هي الكوادر المؤهله وبالتالي احنا محتاجين نشتغل عليه بشكل كبير م. محتاجين ان احنا نرجع يعني يكون عندنا حب للعلم والمجالات التكنولوجيه لان هي دي فعلا المستقبل نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شكرا جزيلا لحضرتك وان شاء الله دايما الشباب يكون مهتم بهذا الموضوع مع موضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لان هو ده المستقبل وهو ده اللي ان شاء الله اللي سوق العمل محتاجه في الفتره القادمه مشاهدينا بعد هذا الحوار نتحول الى متابعه النشره الاقتصاديه وزميلي محمد شعبي